طيب انا النهارده داخل لكم بدل الدكتور محمد. الدكتور محمد مشغول، قال لكم انه مشغول صح؟ ومشغول فمش هيقدر يجي النهارده، فانا هكلمكم النهارده عن الفريكوانسي هوبينج سبريد سبيكترم. الفريكوانسي هوبينج سبريد سبيكترم دوت ده اسمه تصرف ايجابي. حقيقة انا احييها الحقيقه على التصرف الايجابي ده. السبريد سبيكترم فريكوانسي هوبينج ده حاجه ما زالت بتستخدم الى يوم الناس هذا. تستخدم مش معنى ان ايه عندي سيستم قديم معمول سنه 60 وبستخدمه، لا، بتستخدم بمعنى ان انا ببني سيستمز النهارده باستخدام التكنولوجي دي. التكنولوجي ديت ما زالت بتستخدم. تطبيقات مش تطبيقات مش تطبيقات لعموم الناس، تستخدم في تطبيقات معينه، مش كلها تطبيقات عسكريه، في تطبيقات منها بتبقى مدنيه بتستخدم نفس التكنولوجي ديت، بس ما زالت بتستخدم. ومهم ان احنا نتعرف على ال ايه؟ كده احسن. الفريكوينسي هوبينج اتعمل في الاربعينات من القرن الماضي، ينسب الفضل للسيده الفاضله اللي قدامكم دي. مين دي؟ هيدي لامار دي ممثله بنت عمنا، كويس؟ أظن إنها كان من أصل نمساوي لو أنا أتذكر صح يعني. الفكرة أصلاً بدأت من واحد تاني كان اسمه واحد بلجيكي اسمه بوريتياس، أظن كان بلجيكي، أصل الفكرة كانت عنده، الباتنت الأصلية بتاعته، ولكن لو انتوا دخلتوا اونلاين وسالتوا جوجل مين اللي عمل هيطلع لكم الست دي. الحياه مش عادله، الفضل بينسب ليها، هي ممثله طبعا، هي اشتغلت شويه في الموضوع ده وبعدين قلبت على التمثيل، لقت الموضوع الهندسه مش جايب ثمنه، فايه قالت التمثيل بيجيب فلوس احسن وكده، فاشتغلت ممثلة. كان الاسم اللي استخدمته ساعتها كان اسمها قبل ما تتجوز اسف اسمها بعد ما اتجوزت، الشخص اللي اتجوزته كان اسمه ماركي، ف اسمها هيدي ماركي. الباتنت اللي متسجله باسمها تحت اسم هيدي ماركي، واللي عمل معاها الباتنت ديت واحد اسمه جورج انت هايل، الاثنين مع بعض عملوا كودنج سكيم باستخدام التونز بتاعت البيانو. اصل الفكره البيانو، استخدم التونز المختلفه للبيانو، كان الغرض ان هم يعملوا طريقه للتشفير تكون قوية كفاية بحيث الحلفاء، كانت تعمل أثناء الحرب العالمية، الحلفاء يتواصلوا مع الجنود في الميدان بطريقة ما يعرفش العدو اللي هم في الحالة دي كانوا الألمان، ما يعرفوش يعني ما يقدروش يلقطوا الطريقة دي. المهم إن السيستم اتعمل بس لم يستخدم في الحرب العالمية، استخدم أثناء الأزمة الكوبية. كان أول استخدام له كان أثناء أزمة كوبا. أزمة كوبا دي حصلت سنة كام؟ 62 I think، في الستينات لما كان كينيدي كان الرئيس، فاستخدموا التواصل مع الوحدات العسكرية باستخدام الطريقة دي، كانت أول استخدام عملي ليها. طبعا الجدع البلجيكي اللي هو بوريتياس ما حدش فاكره،
رغم ان هو اصلا صاحب الفكره. لكن زي ما اتفقنا مش دايما الحياه بتدي لصاحب الحق او صاحب الفضل فضله. دي حاجه دايما بتحصل، يعني ده احد الامثله العمليه على ذلك، ودي بتحصل كتير. يعني ده مش مجرد مثال كده شاذ، ده عادي جدا. الانسان في الدنيا مش دايما كل الناس بتاخد افضل ما تستحق، بما فيها المجال العلمي، مش بس في مجال المجالات المختلفة في الحياة، المجال العلمي كذلك بيحصل فيه الكلام ده. كويس؟ طيب أنا بحاول أعمل إيه؟ إحنا اتكلمنا، أو الدكتور نافع كلمكم عن الـ Direct Sequence Perspective، صح؟ مرة كده قال لكم فيه أنا بضرب السيمبل بتاعي في تشيبس كتير كده ومفردها وبعت على كده. هنا انا بستخدم طريقه مختلفه شويه. انا بقول ايه؟ طيب انا عندي مشكله في الدايركت سيكونس سبيكترم، مشكله عمليه، الا وهي ان انا ما بقدرش أرجو صورة تبقى واضحة كفاية. أنا عندي سيمبل في الحالة دي ممكن يبقى 1 بيتس أو مالتيبل بيتس، مالتي ليفل، بضربها في تشيبس سريعة جاية من سودو نويز، سودو راندوم جنريتور. البيتس الأصلية بيبقى ليها باند في الفريكونسي، بعد عملية الضرب بيحصل سبريدنج في الفريكونسي. ده اللي احنا شفناه، ده السبريد سبيكترم المستخدم، دايركت سيكونس سبريد سبيكترم، وده اللي مستخدم في الوايرلس، ال 3 جي وايرلس في امريكا وفي الصين بيستخدموا السبريد سبيكترم في 3 جي. مشكله ده ايه؟ في مشكله في ده، مشكله ده ان انا عندي براكتيكال ليميتيشن. انا ممكن اقدر اصغر الشيب دي قد ايه؟ انا ما اقدرش اخلي الشيب ديت عرضها صفر، ما اقدرش اعمل كده عمليا، ما اقدرش اعمل كده. فبالتالي السبريدنج ده في الاخر مهما كان هيبقى محدود، فدي مشكله في هذا الامر. المشكله الثانيه طبعا ما جبناش سيرتها، ان التعامل والتعاطي مع السيستم ده في الريسيفر مش سهل قوي. يعني الالجوريثمات اللي بضطر استخدمها علشان اعرف ارجع اعمل دي سبريدنج واظبط بالظبط مكان السيكونس في الناحيه الثانيه، ولو في عندي مالتي يوزر الدنيا بيحصل في ايه؟ الدنيا بتبقى مكلكعه شويه. فمن الناحيه العمليه السيستم ده فيه ليميتيشنز عمليه، هي مش نظريه، هي نظريه انا ممكن اعمل زي ما انا عايز. الورقه والقلم مفيش حدود عليها. الليميتيشن بيبقى موجود من الناحيه العمليه. فبالتالي استخدام الفريكونسي هوبينج بيظهر لانه بيحل لي المشكلتين دول، ودول مشاكل عمليه. هو ليه مشاكل تانية بس بيحل لي المشكلتين دول، بيحل لي مشكله الليميتيشن على السبريدنج بسبب ان انا ما اقدرش اصغر الشيب ده، الشيب ديوريشن دي عن حد معين، وبيعمل لي او بيحل لي مشكله التعقيدات اللي انا بضطر اتعامل معاها. طبعا الكلام ده ما اتكلمناش فيه في الكورس ده خالص، بس التعاطي مع او التعامل مع سيستم ده من ناحيه الريسيفر بيبقى مكلكع شويه. فانا بعمل ايه؟ بقول لا انا مش هعمل كده، انا هستخدم لون تاني لعله اوضح. انا هستخدم حاجه مختلفه. انا عندي سيجنال اهي، في الفريكوينسي دومين، بدل ما اضربها في التشيب ريت انا هقول والله انا هبعت السيجنال دي مع الوقت في بانز مختلفه.
هغير الكارير فريكونسي بتاع السيجنال. انا هغير الكارير فريكونسي بتاع السيجنال. ففي الحاله دي انا من ناحيه السبريدنج انا هقدر اغير الكارير فريكونسي زي ما انا عايز، فده هيديني مجال ان انا اعمل سبريدنج واسع للسيجنال، لان تغيير الكارير فريكونسي ما انا حر بقى اغير الكارير فريكونسي زي ما انا عايز، فممكن اوسع الباند اللي انا بعمل عليها سبريدنج. الفرق ما بين الدايركت سيكونس سبريد سبيكتروم والفريكونسي هوبينج، هناك السبريدنج لحظي، يعني في لحظتها انا عملت سبريدنج السيجنال اصلا طلع ماليه الباند. هنا لا، هنا لحظيا الفريكونسي بتبقى الباند ممكن تبقى هنا، بعد لحظه تبقى هنا، بعد شويتين ترجع هنا، بعد ثلاث شويات تبقى هناك، بعد اربع شويات تبقى هنا، وهكذا. فبالتالي لحظيا السيجنال ما حصلهاش سبريدنج، اون افريج حصلها سبريدنج، بس لحظيا ما حصلهاش سبريدنج. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بستخدم فريكونسي شيفت كينج، بستخدم فريكونسي شيفت كينج، وده الطريقه الطريقه الاقرب للمنطق والاسهل في التعامل في السيستم ده. انا بستخدم فريكونسي شيفت كينج، فبغير الفريكونسي حسب البيتس وبستخدم فريكونسي شيفت كينج. نظرا لان انا بستخدم باندز كتير والفريكونسي شيفت كينج زي ما احنا عارفين، او لو ما احناش عارفين ادينا بنعرف الفريكونسي شيفت كينج ريسيفر، انا ممكن استخدم كوهيرنت او نون كوهيرنت، والكوهيرنت احسن البرفورمانس بتاعه احسن من ناحيه البيت الريت، النون كوهيرنت اسهل. سيستم زي دوت عاده بستخدم نون كوهيرنت ريسيفر مش كوهيرنت، لان انا مش مهما حاولت مش هعرف اظبط الفيز بتاع البانز المختلفه في كل باند، لان طبعا عشان اعرف اشتغل بالكوهيرنت ريسيفر انا محتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا اظبط مش بس الفريكوانسي، اظبط الفيز في الريسيفر. ظبطه الفيز مع النطاط دي مش سهله، او يعني بمعنى دقه صعبه قوي، يعني تتعمل بس صعبه قوي. فبالتالي الاسهل ان انا اشتغل بافتراض ان انا مش عارف الفيز وهخسر شويه، بس السيستم هيشتغل. فاللي انا بعمله زي ما هو في السلايد اللي قدامنا ديت، بعمل ايه؟ بعمل فريكوينسي شيفت كينج موديليشن، وبعدين ابتدي ارفع السيجنال ديت على كارير، والكارير دوت بيقعد ينط، الكارير بيقعد ينط، وينط برضه باستخدام سودو نويز، باستخدام بين سيكونس، بنطط الكارير. فبالتالي السيجنال مع الوقت بتملى باند كبير، السيجنال مع الوقت بتملى ايه؟ بتملى باند كبير. الناحيه الثانيه بعمل ايه؟ برجع الكارير بحيث ان انا ارجع السيجنال الاصليه، واستخدم اف اس كي ديتكتور نون كوهيرنت ديتكتور. لما انا احب اعبر عن الكلام ده بالمعادلات اعبر عنه ازاي؟ السيجنال الاصليه اس هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي مضروبه في الكوساين بتاع اوميجا تي بلس سم فاي ام. طيب قبل ما اتكلم على السبريدنج فاكتور خلينا نبص شويه على النطه دي، خلينا نبص شويه على النطه دي. انا بشكل عام انا ممكن اقول ايه؟ والله لو انا افترضت، طبعا ده افتراض ومش بالضروره التزم بيه بس بفترض انها كده، ان انا مستخدم البانز كلها من غير فراغات، مستخدم البانز كلها من غير فراغات، لو انا مفترض الافتراض ده انا بستخدم الباند كلها من غير فراغات، الريشيو ما بين الباند ويث بتاع السيجنال الاصليه والباند اللي انا بستخدمها ده السبريدنج فاكتور.
واضحة. أنا في الآخر لو ديت 5 ودي 500 يبقى السبريدنج فاكتور 100. أنا طبعا السبريدنج فاكتور دوت أنا عندي زي ما قلنا أنا عندي في السبريد سبيكترم عندي حرية حركة شوية في إن أنا أقدر أعمل سبريدنج على مسافة أوسع. ده مش بس كده، ده أنا عندي ممكن أعمل سبريدنج مش كونتيجوس، ده كونتيجوس صح، واحدة ورا التانية ورا التالتة لازقين في بعض. أنا مفيش ما يعني يجبرني إن أنا أعمل كده. وحقيقة الأمر في سيستمز بتعمل إن أنا بسبريد في حتة وبعدين أسيب حتة فاضية لسبب ما وبعدين أسبريد في حتة ثانية والسبريدنج يبقى على الحتتين أو 3 حتت أو 50 حتة. أنا مفيش ما عنديش الليميتيشن بتاع الدايركت سيكونس. الدايركت سيكونس هو سبريدنج لحظي ولازق في بعضه خبطة واحدة. هنا أنا ما عنديش ما يجبرني على الليميتيشن ده. أنا ممكن أعمل سبريدنج على كذا باند، ممكن أعمل سبريدنج يبقى الحاجات مش لازقة في بعض طبعا، يعني ده هيبقى inefficient use of frequency، بس ممكن أعمل كده. مفيش ما يجبرني على إن أنا أبعت الحاجات بشكل contiguous. أحد الأمثلة المشهورة جدا واللي إحنا بنستخدمها في حياتنا البلوتوث. البلوتوث بيستخدم frequency hop. البلوتوث حط السماعات بيه اللي بيستخدم اذا حد منكم عنده سياره والسياره التليفون عامل سينك التليفون على السيستم على العربيه بيستخدم عاده بيستخدم بلوتوث. ممكن يستخدم حاجات تانية يعني بس بيستخدم بلوتوث. البلوتوث بيستخدم الفريكونسي هاب. في الاخر انا بعمل ايه؟ انا بنطط السيجنال على فريكونسي بنز مختلفه والتنطيط ده بيتبع شكل. طبعا لازم الشكل يكون عارفه او متفق عليه ما بين الترانسميتر والريسيفر، والريسيفر حقيقي كده بيدور في الضلمه يعني مش عارف هو بيدور فين. لازم يكون عارف انا بنط ازاي في الترانسميتر والريسيفر عارف النطه ترتيبها ازاي، فبالتالي بيتتبعها ويقدر يجيب السيجنال الاصليه المبعوثه وبنط نطه كل وقت. هنا دي تظهر شويه اسئله ما كانتش موجوده في الدايركت سيكونس. دلوقتي انا بنط ما بين الفريكوانسي بينز المختلفه، فببعت الانفورميشن وبنططها على الفريكوانسي بينز المختلفه. انا بنط كل قد ايه؟ هل مثلا بقعد على كل فريكوانسي بين ساعه ولا ثانيه ولا 10 ثانيه ولا يوم؟ ما دي ده بارامتر في ايدي انا ممكن اتحكم فيه. ففي بشكل عام في الفريكوانسي هوبينج في تو سيستمز احنا بنعرفهم السلو والفاست. السلو معناه ان انا وانا هنا في البين دي ببعت سيمبل كامل على بعضه او اكتر، ببعت سيمبل كامل على بعضه أو أكتر. لو السيمبل بتاعي فيه 2 بيتس فأبعت الـ 2 بيتس مرة أو مرتين أو 3 أو 5 أو 100. فده إيه؟ سلو. الفاست لا، المرة ما بلحقش أبعت سيمبل على بعضه، ببعت السيمبل على مرتين أو أكتر. فالهباية أو النطاية الواحدة ما بتكمليش سم، بتكمل أقل من سم. فده الفرق ما بين الفاست فريكونسي هوبينج والسلو فريكونسي هوبينج. الفاست معناه إن أنا بنط السمبل ما بيلحقش بنط، السلو لا ما بنطش، بخلص السمبل ممكن أخلص أكتر من سمبل وبعدين أنط. طب إيه اللي يخليني اعمل الفاست فريكوانسي هوبينج؟ يعني ايه المنطق في ان انا اعمل فاست فريكوانسي هوبينج؟ خلينا نفتكر السبب الاصلي لاختراع السيستم ده. السبب الاصلي كان ايه؟ سبب عسكري، يعني في الاخر الحلفاء عايزين يعملوا سيستم متقدم والناحيه الثانيه اللي هم مش حلفاء فبالتاكيد اكيد اشرار، يعني هم يعني اعدائنا اشرار هيكونوا ايه؟
فمش عايزينهم يعرفوا احنا بنقول ايه. فبالتالي واحنا هنشوف كمان شويه ازاي الفاست فريكوينسي هوبنج الاميونيتي بتاعته للجامنج احسن. الاميونيتي بتاع الفاست فريكوينسي هوبنج احسن رغم ان التعامل معاه في الريسيفر اصعب شويه لان السيستم ما كملش بنط، بس الاميونيتي بتاعته بشكل عام احسن. لكن لو انا مساله الاعداء والاشرار وكده مش هي دي الحاجه اللي وجعاني قوي، ممكن استخدم السلو فريكوينسي هوب. كويس. طيب لو انا حبيت ابص، نعم مش سامع كنت ليه. ببعتها كذا مرة ليه؟ انا عايز ابعت السيجنال على فريكوانسي باند واسعة، والسبب الاصلي كان سبب عسكري اصلا. السبب الاصلي للفكرة دي سبب عسكري، هو الناس فكرت في الفريكوانسي هوبنج والسبليت سبيكترم اصلا ليه؟ ان انا عايز ابعت حاجة الناحية التانية ما تعرفش تلقطها وما تعرفش تعملها جامنج. ما انا ممكن ما يعرفش يلقطها بس يشوش عليها بحيث ان انا ما اعرفش اتواصل مع الجنود في الميدان او كده. فهو الهدف اصلا كده ان انا عايز ابعت حاجه الناحيه الثانيه لا تعرف تلقطها ولا تعرف يعني ما هنتكلم شويه عن الجامن كمان شويه. اديني بس كام دقيقه كده. اوكي. طيب دوت احنا وي ار زومينج ان على الفريكوينسي هوبنج سبريد سبيكترم ترانسميتر. الفريكوينسي هوبنج سبريد سبيكترم ترانسميتر انا بيجي لي الداتا انفورميشن بيتس، بعمل لها موديليشن ب فريكوينسي شيفت كي. فريكوينسي شيفت كي زي ما انا عارفين ان انا ببعت، لو انا ببعت 1 بيت ببعت 2 فريكوينسيز، لو ببعت 2 بيتس ببعت 4 فريكوينسيز للسيجنال. ده السيجنال موديليتد، ما بطلعهاش كده زي ما هي، بدخلها على كارير. الكارير بينطط لي الفريكوانسي باند بتاعت السيجنال بسيكونس معين، والسيكونس دوت جاي من البي ان كود. والناحيه الثانيه بعكس، بجيب السيكونس بمسك طرف الخيط، انا عارف السيكونس، انا عارف السيكونس فانا عارف السيكونس، ببدا ان انا اعمل سينكرونايزيشن بين الترانسميتر والريسيفر وابتدي اتتبع النطاط. فانا ايه، الترانسميتر بينط الريسيفر بينط معاه، الترانسميتر بينط الريسيفر بينط معاه وهكذا. لو انا ابص على مثال بالارقام، المثال دوت منقول من كتاب هيكن. المثال ده بيقول ايه، انا عندي انفورميشن بيتس اهي 0111 صفار وحايد انفورميشن بيتس، بستخدم موديليشن 4 اف اس كي. 4 اف اس كي يعني عندي 4 فريكوانسيز، يعني ببعت في السيمبل الواحد ببعت 2 بيتس. المثال انا حاطط بين سيكونس ده اللي هو 15 بيت، طبعا بين سيكونس ده قصير بس ماشي، مجرد بس مثال توضيحي. الهوبينج ريت، الهوبينج ريت ده سلو هوبينج. انا هنا بتكلم الاول عن سلو هوبينج، فانا في الهوب الواحده، الهوب الواحده انا ببعت 2 سيمز. الهوب الواحده انا ببعت 2 سيمز. لما انا ابص على السيستم ده، ادي الانفورميشن بيتس اللي انا بعتها اللي هي 011 وهكذا شغال. البي ان سيكونس انا عملت ايه، عملت حاجه مهمه، انا قلت انا هاخد كل 3 بيتس من البي ان سيكونس
كل ثلاثة بيتس من بين سيكونس، وهعلم بيها واحدة من البنز. اللي حصل قدامنا لما عملت لما عملت كده في المثال ده، او لو سيمون هيكن لما عمل كده في المثال ده واستخدم السيكونس ده، من الثمانية انا مستخدم كام بن حقيقة؟ كام؟ المحور الافقي هو الوقت تايم، المحور الرأسي هو الفريكونسي. في المثال ده انا مستخدم كام بن؟ كام؟ أربعة. كم فريكونسي بن مستخدم؟ المثال قدامنا كم فريكونسي بن؟ ثلاثة. ثلاثة أنا مستخدم فريكونسي بن الأولى والثالثة والدي دي خمسة الستة. ثلاثة ستة، الأولى والثالثة والستة فقط. بس خلينا بس ايه نهمل الجزئيه دي، جزئيه ان انا في المثال ده السيكونس مش كويس قوي. انا ممكن استخدم سيكونس اطول، ففي يعني في استقلاليه ما بين طول السيكونس اللي انا بستخدمه وعدد الفريكوانسي بانز. يعني عدد الفريكوانسي بانز ملاش علاقه بطول السيكونس. انا ممكن استخدم سيكونس بدل السيكونس ده طوله 15، ممكن استخدم سيكونس طوله 64000. هل في حاجه تمنعني او استخدم سيكونس طوله مليون؟ مش اي حاجه تمنعني، انا حر، انا استخدم السيكونس اللي انا عايزه واخد من السيكونس ده، اخد 3 بيتس من السيكونس، السيكونس اللي هو تحت، اخد 3 بيتس واعرف بيها الهاب الاولانيه، وبعدين الثلاثه اللي بعدهم الهاب الثانيه، وبعدين الثلاثه اللي بعدهم الهاب الثالثه، وبعدين الثلاثه اللي بعدهم الهاب الرابعه، وهكذا. ولو سيكونس طويل حاط شغال لحد ما السيكونس يخلص ويتكرر، فارجع ايه من الاول ثاني. فطول السيكونس ملوش علاقه بايه، بكام فريكوانسي هاب انا بستخدمه. طبعا المنطقي والطبيعي ان انا استخدم سيكونس طويل كفايه عشان اغطي كل الفريكوانسي بنز. علشان كده الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها في للبين سيكونس جنريشن، اللي خصائص كاركترستكس بتاعتها المختلفة مهمة، لانها بتلعب او بتأثر في الموضوع ده. انا عندي لو انا البين سيكونس اللي هو سودو راندم والكورليشن بتاعته عظيمة وكويس وبيتكرر، لما ابتدي اقطعه لحتت صغيرة عشان اعرف بيه different bins، لما اعمل كده هيحصل ايه في ال، هل انا هغطي كل البنز؟ هل هغطي كل الفريكونسي بنز ديت بنفس النسبه؟ يعني انا لو عندي 8 هدول 8، هل انا تمن الوقت في البن الاولانيه، تمن الوقت في البن الثانيه، تمن الوقت في البن الثالثه، ولا لا زي المثال ده، ده انا اغلب الوقت في البن الاولى ومره في البن الثالثه ومره في البن السادسه وبقيه البنز مش مستخدمها اصلا. طبعا ده معناه ان البين سيكونس اللي انا مستخدمه ده مش كويس. طيب حاجه تانية، دلوقتي انا جوه البين الواحده انا بعمل ايه؟ انا ببعت تو سيمبلز، ده فريكونسي هوبينج. فريكونسي هوبينج يعني انا ممكن استخدم فريكونسي ده او ده او ده او ده، وده السيمبل الاولاني اللي هو ده، استخدم الفريكونسي ده او ده او ده او ده، وده السيمبل الثاني والسيمبل الثالث السيمبل الرابع بس نطيت في بين ثاني، السيمبل الخامس السيمبل السادس نطيت في بين ثالثه، وهكذا. انا ممكن استخدم الفريكونسي بنز بالطريقه دي. طبعا دوت سلو، فبالتالي انا ببعت في السيمبل بتبقى جوه سيمبل او اكتر جوه سنجل هاب، سيمبل او اكتر جوه سنجل هاب. لما انا ابتدي ابص على الريسيفر، الريسيفر اللي انا عكست بيه الخطوات اللي انا عملتها في الترانسميتر، اول حاجه بعملها برجع النطاط دي الى الفريكوانسي الاصلي، فبعكس النطاط دي فبرجع الفريكوانسي الاصلي، فتبان السيجنال بالنسبه للنون كوهيرنت
FSK receiver كأنه مجرد سيجنال FSK بعتها على channel بستقبل مش أي حاجة. فبالتالي الخطوة بتاعت السبريدنج والخطوة بتاعت الديسبريدنج اللي هنا بتتم عن طريق ان انا برفع على كاريرز بعض نقطة الكاريرز في الترانسميتر وفي الريسيفر بركع اعكس التنطيط ده بتختفي بتتلاشى، ويبقى كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اعمل نون كوهيرنت ريسيفر. النون كوهيرنت ريسيفر بيشتغل بنفس البرفورمانس بتاع النون كوهيرنت ريسيفر بتاع الاف اس كي اللي احنا عارفينه او المفروض نبقى عارفينه، و بتديني نفس البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه النون كوهيرنت اف اس كي ريسيفر. والسيستم بيشغل كده، ادي السيمبلز الاولاني الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا. كلام سهل وبسيط مش كده؟ مفيش اي حاجه يعني. طيب الباندويث بتاع سيستم زي دوت بيبقى قد ايه؟ الباندويث بتاع سيستم زي ده بيبقى قد ايه؟ هو الباندويث بتاع باختصار يعني هو الباندويث بتاع واحده في عدد النطاط. بافتراض ان النطاط كونتيجوس. لو النطاط مش كونتيجوس او لو في حتت الباندويث في الحاله دي بيبقى متقطع. كويس؟ الشيب ديوريشن بعرف كلمه الشيب ديوريشن في حاله الفريكوانسي هوبينج مختلفه شويه. الشيب ديوريشن في حاله الفريكوانسي هوبينج ما هياش الديوريشن بتاعه البيت دي. الشيب ديوريشن في الفريكوانسي هوبينج بتتعرف انها ايه، انها القيمه الاقل ما بين وقت الهوب ووقت السيمبل. القيمة الأقل ما بين وقت الهوب ووقت السيمبل. لو أنا وقت الهوب أقل من وقت السيمبل في الفاست يبقى هو ده الشيب ديوريشن. لو وقت السيمبل هو الأقل في السلو يبقى هو ده الشيب ديوريشن. فالشيب ديوريشن في الفريكونسي هوبنج بيتعرف بشكل مختلف عن الشيب ديوريشن في الدايركت سيكونس. كويس؟ لما احب احسب البروبابيلتي اوف ايرور، طبعا احنا هنا بنتكلم عن كوميونيكيشن سيستمز والمتريك اللي احنا بنحب نتعاطي معاه دائما هو الايه؟ بروبابيلتي اوف ايرور، صح كده؟ ولا احنا بنتكلم حاجه ثانيه؟ بنتكلم كوميونيكيشن سيستم، وده المتريك اللي احنا بنعشق المتريك ده جدا يعني. البروبابيلتي اوف ايرور هو ده الحاجة اللي احنا بنتعاطى معها دائما. فالبروبابيلتي اوف ايرور بتاع سيستم زي دوت للسيستم السلو البروبابيلتي اوف ايرور هي ايه؟ نص الاكسبوننشال بتاع ماينس اي بي على 2 انو، اللي هي البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت النون كوهيرنت اف اس كي ريسيفر. نون كوهيرنت اف اس كي ريسيفر، طبعا الكوهيرنت بتبقى كيو فانكشن، بس احنا ما بنستخدمش كوهيرنت. ممكن نستخدم كوهيرنت بس عاده في الفريكونسي هوبنج ما بنستخدمش الكوهيرنت، لان التعاطي معاه التعامل معاه بيبقى كلكع شويتين يعني. طيب لو انا عندي جامينج، لو انا في عندي جامر عايز يعكنن عليا راح ضارب لي الايه؟ مثلا ضارب لي التو بينز دول. بعت سيجنال قوية جدا في التو بينز دول. فغرق لي السيجنال اللي بعتها. البروبابيلتي اوف ايرور في حالة زي كده هتبقى قد ايه؟ لو أنا بنط على البنز بشكل متساوي
يعني لو البين سيكونس طويل كفايه بحيث ان انا بنط في كل بين بشكل متساوي، البروبابيلتي اوف ايرور هتبقى بمنتهى البساطه هي عدد البنز اللي اتضربت على العدد الاجمالي للبنز. لان الجامنج لو الجامنج 1 بن او 2 بنز او حسب طبعا الجامر مهما يعمل مش هيقدر يغطي الباند كلها. الباند دي ممكن تبقى بالجيجز، ممكن تبقى باند ضخمه، فالجامر مهما عمل مش هيقدر يغطي، ممكن يغطي 1 2 3 بالكثير يعني لما يكون يعني جامد تنين يعني، لكن مش هيقدر يغطي اكتر من كده. ولو حاول يفرد الانرجي على البنز كلها هيتحول الى مجرد نويز، مش مجرد نويز في الاخر، هو شويه نويز فمش مهم يعني، هيتجمع على النويز دي وخلاص. لكن لو هو مركز ان هو حاول يضرب الكوميونيكيشن في حته، هيضرب بين 2 3 ويبقى البروبابيلتي اوف ايرور هتبقى محدوده بالشكل ده. طيب بالنسبة للفاست الأمر مختلف شوية. لو افترضنا، خليني افترض ان انا ضارب واحدة بس ماشي، عشان بس انا ضارب بين واحدة بس، لو انا جيت قلت لكم السيمبل الواحد بياخد ثلاث نطاط، ثلاثة هوبس كويس. جه الجامر راح ضارب لي، طبعا لو مفيش جامر البروبابيلتي فيرور هي نفس البروبابيلتي فيرور، ما فرقتش لو مفيش جامر نفس البروبابيلتي فيرور. لكن لو جه الجامر ضرب لي واحدة من دول، ضربها لي، ايه اللي بيحصل؟ الريسيفر بيعمل ايه؟ دلوقتي انا بعت السيمبل، السيمبل ده اتبعت على كذا هاب، السيمبل اتبعتت على كذا هاب ديت اسفرت عن ان في هاب منهم اتضربت بس بقية الهابس وصلت سليمة. اعمل ايه بقى؟ في طريقتين للتعامل في الريسيفر مع حاجة زي كده. الطريقة الأولانية إن أنا أقول إيه؟ أنا هاخد كل هاب على حدة، السيمبل اللي اتبعت على كذا هاب ده هاخد كل هاب على حدة وأعملها ديكودينج على حدة، وبعدين أعمل ماجورتي ديتكشن. لو أنا بعت على ثلاثة، لو الأولانية قالت اللي اتبعت 1، الثاني قال اتبعت 1، الثالث قال اتبعت 0، هي 1 ماجورتي كويس؟ فدي طريقة، مش دي مش الطريقة الافضل، بس دي الطريقه الاسهل. في طريقه افضل نقول لا لا انا مش هعمل كده، انا هجمع السيكونس بتاعي او السيجنالز بتاعتي هلزقهم في بعض واعمل لهم ديتكشن هم الثلاثه مره واحده، واعمل ماكسيمم لايكلود ديتكشن للسيستم ده، هعمل ماكسيمم لايكلود ديتكشن للسيستم ده كده، ده يديني بيرفورمانس احسن. البيرفورمانس بتاع كده طبعا السيستم اللي انا ببنيه كده بالماكسيمم لايكلود هيبقى سيستم اعقد لكن هيديني بيرفورمانس احسن. بس في الحالتين انا البيرفورمانس بتاع السيستم بتاعي في الفاست هابنج هيبقى احسن شويه. البيرفورمانس بتاع السيستم بتاعي في الفاست هابنج بالحاله دي هيبقى احسن شويه. أنا الدكتور محمد قال لي مش كل حاجات هقول لكم عليها علشان فأنا مش عايز أقول لكم حاجات أكتر من المطلوب. أوكي. فبالتالي البروبابيلتي فيرور بتختلف شوية، بيبقى فيها عدد كم هوب ضربت، ودي بيأثر لي على الأوفرول بروبابيلتي فيرور بسبب حكاية هناك كانت الهيت بتضيع السيمبل، سيمبل ضاع. هنا لا، الهيت ما بتضيعش السيمبل، الهيت ممكن السيمبل ينجو بس نجاة
السيمبول من الضرب او من الجامينج في حاله زي كده بتخلي السيستم يعني الحسبه بتاعه الريلاتيف ايرور معقده شويه اكتر سنه من السلو فريكوينسي هوبينج. ده مثال للفاست سيستم. انا في الحاله دي انا بستخدم برضو نفس البين سيكونس اللي هم 15 بيتس. لو بصوا او يعني سيمون هيك عامل كده بيستخدم نفس البين سيكونس متكرر متكرر متكرر. بس في الحاله دي انا بعمل ايه؟ انا السيمبول بتاعي بعته على تو فريكوينسي هوبس تو بنز. السيمبول بتاعي مبعوت على تو بنز. فالسيمبول الاولاني مبعوت في الهب الاولى والهب اللي فوق دي اللي هي الثامنه. وهكذا. نفس الكلام الناحيه الثانيه لما بعكس عمليه الفريكونسي هوبينج ديت نفس الكلام برجع الاف اس كي لحالته الاصليه فتلاقي السيمبلز بقت متواصله بعد ما كانت مفصوله على تو السيمبل مفصول على تو هوبس بقى السيمبل رجع التحم مع النص الاولاني زي ما كان قسمت السيمبل نصين الراس في حته والرجل في حته رجعت الراس والرجل مع بعض. نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا وهكذا. فبالتالي السيستم ده بيرجع يشتغل زي الفريكوانسي شيفت كينج الاصليه مع العلم ان البروبابيلتي اوف ايرور هنا مختلفه شويه عن السلو هوب. البروبابيلتي اوف ايرور هنا مختلفه شويه عن السلو هوب. طيب انا خلينا طيب انا هنا بنتكلم عن الجامينج. انا عايز اشوف السيستم دوت في وجود الجامر بيعمل ايه. السيستم ده في وجود الجامر بيعمل ايه. السيستم الاصلي اللي هو ما فيهوش سبريد سبيكترم الجامر ممكن يعمل ايه؟ ممكن يركز على السيمبل باندويت ويحط كل الانرجي بتاعته على السيمبل باندويت فيسبب لي ايرورز في الترانسميشن. فدوت لو هو نارو باند جامينج. لو نارو باند جامينج مركز على بين معينه هيضربها ممكن يضربها. لو انا ما بستخدمش غيرها يبقى ضيع الدنيا خالص. لو انا بستخدم فريكونسي هوبنج يبقى في زي ما اتكلمنا هنا في بين معينه هتضرب وهيأثر لي ده على البروبابيلتي ايرور. طيب لو انا بستخدم وايد باند جامينج يعني الجامر بتاعي مش مركز في باند معينه لا ده مفروض على الباندز كلها. لو هو مفروض على الباندز كلها الجامر هيتحول الى نويز لان طبعا ما مش هيقدر يغطي الباند مهما كان يعني مش هيقدر يغطي الباند دي كلها. فهيعمل ايه؟ هيبقى شويه نويز اضافيه. نويز هتاثر لي على البرفورمانس هتخلي لي البروبابيلتي اوف ايرور تسوء شويه بسبب وجود نويز. بس في الاخر هو شويه نويز ما تحولش الى مشكله كبيره. هو بيتحول الى مشكله لو ضرب في الباند. طبعا لو الجامر عارف الفريكونسي بنط ازاي وعارف السيكونس اللي بنط عليه وبدا ينط زي ما ببعت ده هيؤدي الى ان هو بيضيع الدنيا. بس هو مش هيقدر يعمل كده الا لو هو عارف الباترن اللي انا بنط بيه. طبعا المفروض ما يعرفش الباتن. لو يعرف خلاص الموضوع باص خالص يعني. لكن
لو هو ما يعرفش الباترن اللي بنط بيه اقصى حاجه ممكن يحلم بيها ان هو يضرب وان بيل زي ما الرسمه اللي هي على اليمين دي، ان هو ايه، ان هو بيضرب بس جزء من الباند، بيضرب بين واحده بس او بيضرب فريكوينسي هوب واحده بس، فلما تيجي السيجنال عليها بتضرب، غير كده بتعدي. وطبعا لو انا بستخدم فاست هوبينج وهو بيضرب فريكوينسي بين واحده، ده بيتحول ان هو مجرد بس ايه ماشي ضربها، يعني البروبابيلتي فيرو زادت شويه، انا ما بضربهاش خالص لان انا ببعت السيمبل على كذا هوب، فمش فارقه الفرق الشديد اللي هو ممكن يعوق الدنيا. طيب لو انا بص على المعادلات، لو انا بص على المعادلات بتاعت البروبابيلتي فيرو، البروبابيلتي فيرو انا عارف انها بتعتمد على بتعتمد على الاي بي على النود او الاي بي على النويز. فانا في الحاله بتاعت الجامر انا ببتدي احسب الحاله دي مش نويز بقى، هيبقى انترفيرنس او جامينج. وانا عندي اتس نارو باند جامر، فبالتالي الاي بي على الانترفيرنس هو عباره عن الاي بي مقسوم على الجامر الجي اللي هي الجامر الجامر انرجي مقسومة على البي اس اللي هي السيمبل باندويث اللي هي تتحول الى اي بي على جي مضروبة في البي اس. كويس، دوت في حالة الايه، ده في حالة انا باعت في بن، البن دي اتضربت. لكن لو انا عندي فريكوانسي هوبنج، يعني انا ببتدي انط على بنز كتير، اللي هي الرسمه اللي احنا رسمناها من شويه، الرسمه دي، انا في الحاله دي الجي مركزه ضربت البن، البن باندوث بتاعها بي اس بس خلاص. هنا الجي مش مركزه، الجي متوزعه على البند كلها. لما الجي اللي هي الانرجي بتاعت الجامر متوزعه على البند كلها، الجي متوزعه على البند كلها اللي هي الحاله الثانيه دي، فبالتالي الانرجي اللي موجوده في كل بند هي جي على بي سي مش على البي اس، لما توزعها فردت، فبالتالي تحول الاي بي على الاي في حاله الفريكونسي هوبينج هو الاي بي على الجي مضروبه في ال. ال از ذا سبريدنج فاكتور، وزي ما اتفقنا السبريدنج فاكتور في حاله الفريكونسي هوبينج هو ايه؟ هو الريشيو ما بين الباند ويث ده والباند ويث ده. الباند ويث ده والباند ويث ده. ده على ده السبريدنج فاكتور. السبريدنج فاكتور ملوش دعوه في الفريكونسي هوبنج، ملوش دعوه بطول البين سيكونس. طول البين سيكونس مهم عشان اعرف انط كويس على البنز، بس السبريدنج فاكتور هو ريشيو ما بين الفريكونسي الاجماليه والفريكونسي بتاع الايه؟ النطه الواحده. فبالتالي البروبابيلتي اوف ايرور في حاله زي كده هتبقى احسن، بسبب ان انا الاي بي على الاي بقت مضروبه في ال، ال اللي هو السبريدنج فاكتور. كويس، وتبقى البروبابيلتي اوف ايرور في الحاله دي تساوي الترم اللي قدامنا ده. البروبابيلتي اوف ايرور في الحاله دي بتساوي الترم اللي قدامنا ده. كويس، تمام. طيب بالنسبة لي
طيب بالنسبة للفاست هوبينج ده السلو هوبينج. السلو هوبينج أنا بضرب في بن بتضرب، ففي بيتس بتضرب، ففي انفورميشن ضرب، ففي probability of error بسبب الضربية دي. الفاست هوبينج مختلف. الفاست هوبينج لو أنا بهوب كتير، كتير يعني إيه؟ يعني السيمبل واحدة هوب، لو افترضنا افتراض كده نظري وجدلي إن أنا السيمبل الواحدة، السيمبل الواحدة أنا بهوب 100 مرة وفي هوباية منهم اتضربت، هيبقى ده تأثيره إيه على probability of error؟ هيبقى قليل. فأسمبتوتيكلي الفاست هوبينج بيوصل ل النون جام probability of error. اسيمبتوتيكلي الفاست هوبينج بيوصل للنون جام probability of error. كويس، لان هنط كتير، لو حته اتضربت بس بقيت الحتت هتنجو مش هتفرق كتير. طبعا لو انا بنط قليل هيبقى فيه شويه تاثير، البروبابيلتي ايرور هيبقى فيه ليها شويه تاثير، ولكن اسيمبتوتيكلي البروبابيلتي ايرور هتوصل للحاله بتاعه الايه، للحاله بتاعه هتوصل للحاله بتاعه النون جام. طيب ممكن حد يسال سؤال منطقي، سؤال منطقي على طول اللي يطلع في دماغ الايه العقليه اليقظه، الله طب ما خلي كل حاجه فاست هوبينج وخلاص، انا ايه اللي يخليني استخدم في الفاست هوبينج اصلا؟ ماشي اسهل شويه بس ده ما هو مش ده سؤال منطقي ولا مش منطقي؟ لا ما هو انا يعني لا، سرعه الهوبينج ملهاش علاقة. أنا في عندي كم هاب، أنا ممكن أكون بهاب بين تو بنز بس بسرعة قوي بغض النظر عن كومبلكسيتي. لو الكومبلكسيتي ديت ما هيش الحاجة الأساسية اللي تخليني ليه ما يستخدمش حاجة زي كده. ده رد منطقي بس هو مش ده الرد اللي انا عايزه، ده رد منطقي ان هو الابلكيشن ممكن ما تستدعيش ان انا اعقد الريسيفر، فلازمته ايه ولو ما عنديش جامر اصلا هوجع دماغي ليه؟ وخاصه لو احنا بنتكلم في التطبيقات المدنيه عاده ما بيبقاش الجامينج هو الحاجه المزعجه، في تطبيقات مدنيه بيستخدم الكلام ده بس تبقى حاجات بيبعتوا معلومات قيمة زي مثلا التعامل في الأسواق المالية والحاجات دي بيستخدموا يعني very secure communication links والمعلومة بفلوس، وفلوس كتير قوي قوي قوي، فبالتالي لا عايز يخبيها، فبالتالي مسألة الجامينج مش هي اللي توجعه. لكن لا في سبب تاني، هي ان انا لما ابتدي ازود الهوبينج ريت عن حد معين، ان انا لو انا عندي اكتر من يوزر في نفس الانفايرمنت، لو انا عندي اكتر من يوزر في نفس الانفايرمنت، في دي حاجه مش هنتكلم فيها خالص بس هي موجوده، بس انا بقولها لكم من باب العلم بالشيء مش لازم تكتبيها. يعني ال 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 الحاجه اللي هي ايه، ان انا في عندي حاجه بنسميها probability of collision، انا عندي كذا سيستم في نفس بينطوا على نفس البنز ومكان قريب من بعض قريبين من بعض، فممكن يحصل بينهم وبعض الكوليجن. لما نط كتير احتمالات الكوليجن ديت بتزيد، وبالتالي ممكن يعمل لي مشكله ثانيه مش هنتكلم عنها، بس في مشكله ثانيه. يعني السيستم احنا بس مجرد بندي زي مقدمه للسيستم دوت يعني. طيب سيمبل باندويث، يعني مش هنعرف صح كده؟ اصل احنا قلنا في الاول يعني هي البي سي
يعني هنا مفترض، انا مفترض ان الهاب واخده بياس، مش ان الهاب ملهاش معنى ان الهاب تاخد اكتر من بياس، والا يبقى اليوتيلايزيشن بتاع الباندويث بتاعي مش كويس. الهاب بياس، دي البياس، هي دي الهاب. لما نط بنط بياس وهي دي الهاب، عشان استخدم الباندويث بتاعي استخدام افيشنت. لو الهاب كده والبياس كده يبقى انا مطير الحته دي. ما يبقى كده الهاب الواحده بقت، ما بقتش هاب واحده، بقت اكتر من هاب، مش كده ولا ايه؟ تو سيمبلز في نفس الباندويث، في نفس الباندويث، فالباندويث البي اس از ذا هاب. فانا ممكن ابعت سيمبل الاولانيه اللي هي الباندويث بتاعها اهو هنا، سيمبل تاني نفس الباندويث نفس الحته. لا، البي اس ده المنطقي طبعا اللي انت بتقوليه ممكن اعمله، بس مش منطقي ان انا اعمل كده. الايه؟ لو انا مثلا استخدمت، لو انا على طول بستخدم حاجات قلت مش على طول بستخدم الفاست رغم ان هو احسن، يعني لا مش على طول بستخدم الفاست، لا. فقلنا مثلا ان احنا في حالات بنستخدم فيها السلو، فممكن الحالات دي عشان لو حصل لي مثلا تو جامنج ورا بعض في تو هابس ورا بعض هنا، فبالتالي يعني هيضرب لي السيمبل خالص، فده مش تبقى حاجه كويسه. ماشي، طب هعمل ايه؟ ما هو هيتضرب، ما هو ده الاحتمال ان سيمبلز تتضرب، ده احتمال قائم ومالوش حل في السلو هابنج، هيتضرب. طب ما يتضرب اعمل ايه؟ في حاجات اخرى بتتعمل، ممكن اعمل انترليفنج وكودنج، دي حاجه ثانيه مالهاش علاقه بتانية. ان انا اعمل انترليفنج للبيتس وكودنج بحيث ان لو اتضرب ممكن ارجعها. بس في الموديليشن، دي موديليشن، دي حدود كده. لو ضرب هاب، ضرب هاب، والبيتس اللي كانت في البيت هاب راحت فين؟ راحت في الرياح. عارف الرياح؟ درستوا الرياح في الجغرافيا في الدراسات في المدرسه؟ الرياح التوفيقي والرياح اللي مش عارف ايه، هو ده. طيب خلينا ناخد مثال بالأرقام، مثال بالأرقام. أنا عندي channel فيها additive noise، النويز 10^11. اليوزر بيستخدم binary FSK، والريت داتا ريت 16 كيلو بت بير سكند، كويس. وبستخدم 20 كيلو هرتز، السيجنال المستقبل الناحيه الثانيه ماينس 20 دي بي ام، ماينس 20 دي بي ام. انا المفروض اعرف احول من دي بي ام الى واتس، صح؟ وملي وات، فممكن احول لملي وات ومنها لوات. في يعني انسان شرير بدا يبعت جامينج سيجنال، يا اما تبقى نارو باند زي المثال اللي هو ملشن على، يا اما تبقى وايد باند، كويس. الجامينج سيجنال باور محدوده ب ماينس 26 دي بي ام، ده حدوده، مش هيقدر يبعت اكتر من يعني او يوصل لي اكتر من ماينس 26 دي بي ام. السبريدنج فاكتور زي ما اتفقنا، السبريدنج فاكتور هو العلاقه ما بين الباندويث الكبير والباندويث الصغير ب 20. فانا عايزين نشوف تاثير ده على البروبابيلتي اوف ايرور.
طيب الباور بتاعت السيجنال ماينس 20 دي بي ام، يعني 10 اس ناقص 5 واط. التحويله دي سهله، المفروض نعرف نعملها زي ما احنا عارفين. انا بتعامل بالارقام في المعادلات دي، بستخدم الارقام اللي هي الايه؟ اللينير، ما بستخدمش الدي بي. حولت الى ماينس 10 اس ناقص 5 واط. كويس؟ البيت ديوريشن هي 16 كيلو بيت بير سكند، يبقى 1 على 16000. الانرجي بير بت، اقدر احسب الانرجي بير بت، المعادله دي اللي هي تطلع في الاخر 1 على 1.6 من 10 في 10 اس 9. عمليه سهله وبسيطه ما فيهاش حاجه. النويز ليفل 10 اس ناقص 11، 10 اس ناقص 11. الجامينج باور اطلع 4 في 10 اس ناقص 6، لان هو ماينس 26 دي بي ام. 4 في 10 طبعا 4 في سم بوينت مش مهم يعني، بس هي تقريبا 4 في 10 اس ناقص 6 واط. ده دي يبقى دي الباور بتاعت السيجنال، الانرجي بير بت والجامينج باور. كويس؟ انا عارف ان الباندوت بتاعتي 20 كي، فبالتالي الجي نود اللي هي تقسيمة او تأثير الجامر على الباندوت بتاعت السيجنال هيديني الاي بي على جي بلس جي نوت بلس ان، يطلع تقريبا 4.7 من 10 دي بي. ده مجرد عملية اسم جمع واسم، مفيهاش أي حاجة. الاي بي طبعا أنا عشان أجمع وأقسم لازم أحول كل حاجة لإيه؟ لينير. لازم كل حاجة تتحول لينير. احيانا الحاجات بتبقى متعرفه بالدي بي، لان دي الحاجه اللي احنا بنتعامل معاها بسهوله واقدر افهم تاثيرها، ولما اجي احسب اللينك بادجت بستخدم الدي بيز. لكن لما ابتدي اعوض المعادلات لازم احول دايما لارقام لينير. حولت الاي بي اللي هي الانرجي بالبت لينير، عملت الجي نود لينير والنويز لينير، جمعت وقسمت وحولت الكلام ده، طلع تقريبا 4.7 من 10 دي بي. ده سيجنال تو نويز او الاي بي على النود اللي انا بحسب بيها البروبابيلتي اف ايرور في حاجه زي كده. طيب لو ما انا ابتدي اشوف ماشي، دي دي الاي بي على النود في حاله سيستم زي دوت. طيب انا عندي سبريدنج فاكتور 20، يعني الباندويث الكبير ده 20 كي، سبيدنج فاكتور 20، 20 في 20 يديني 400، دي 400 كيلو هرتز، فانا بستخدم 400 كيلو هرتز. فبالتالي الجي نود اختلفت. النويز هي النويز موجوده في البند كلها نفس النويز، فمش فارقه كتير. الان هي نفس الان، والانرجي بير بت هي نفس الانرجي بير بت، ما فرقتش كتير. لما ابتدي احسب الاي بي على جي نود بلس ان تطلع 14.9 من 10 دي بي. فطبعا ده معناه ان السيجنال تو نويز ريشيو اتحسنت ب 10 دي بي، صح؟ ده لو الجامر الراجل الشرير حاول يضرب الباند كلها. طبعا لو الجامر ده طلع شرير وذكي، واحنا عارفين دايما الاشرار دايما اذكياء، ممكن يركز على بند واحده، فبالتالي تأثير على probability of error يختلف، ويستخدم المعادلة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية صغيرين. طيب انا بناء على الكلام اللي عندي هو ده كل اللي المفروض اقوله لكم عليه، مع ان كان في حاجات تانية كنت عايز اقول لكم عليها، بس يلا بقى معلش. هل في اسئلة؟ هل الكلام اللي قلته واضح؟ واضح؟ لا؟ علشان الكلام ده هيجي لكم فيه سؤال في الامتحان. الكلام ده سؤال، هو مش سؤال، هو هي يعني فزوره بس يعني. نعم.
ده بتاع الفاست هوبينج، مش فاهمها؟ خلينا نقول تاني. شايف الخط بتاع الانبوت باينري داتا؟ الخط بتاع الانبوت باينري داتا دي الداتا اللي انا عايز ابعتها. السيمبل الواحد عبارة عن كام بت؟ 2. يعني السيمبل الواحد، وده FSK Frequency Shift Keying، يعني السيمبل الواحد عبارة عن 4 Frequencies. يعني لما ببص على ده عبارة عن Frequency 2 3 4، وده مثلا 0 0 0 1 1 0 1 حاجة زي كده. فالبن عبارة عن ده FSK FSK، فببعت الفريكونسي الأولى الثانية الثالثة أربعة، عندي أربعة فريكونسيز بموديليت تو بيتس على الأربعة فريكونسيز دول. كويس؟ حلو كده؟ وبعدين لو أنا بستخدم FSK وخلاص، هبعت البيتس التو بيتس الاولانيين ثم التو بيتس الثانيين ثم فين كل دايما هنا، ما بخرجش من الفريكوانسي بين دي. انا بقول لا، ده انا عايز ابتدي انطط السيمبل اللي انا ببعته بالفريكوانسي هوبينج. ومش بس كده، ده انا بنططه اثناء ارساله. فانا ببعت 01 اللي هي واخده 01، وانا ببعتها لسه ببعت 01 في النص كده، راح ناطق ولسه ببعت 01. فعملت ايه؟ كنت في الفريكوانسي بين الاولى، رحت مكمل في الفريكوانسي بين رقم 2 3 4 5 6 دي 6 ولا عملت كده، كملتها في البن الثاني، وبعدين خلاص اخش على التوبيتس اللي بعدهم. لما دخلت على التوبيتس اللي بعدهم عملت ايه؟ عملت نفس الحركه، خدت توبيتس رحت مقرر الثاني توبيتس 1 1 1 1، هاخد البتاع اللي على الشمال دي، هبتدي ابعت الداتا على البن ده، على يعني بالكارير ده او بالكي ده، فريكوانسي كي ده. وانا ببعتها في النص رحت ناطط ومكمل في نفس على نفس الكي، فبعت ال 1 1 وبعدها 1 1 ثانيه فبعمل نفس الحركه، وبعدها 1 0 فبعمل نفس الحركه، وبعدها 0 0. كويس؟ فبالتالي السيمبل متقطع، السيمبل الواحد متقطع هنا، مقطعه بس في النص، طبعا ممكن يتقطع اكتر من كده، فهنا في النص. فانا ببعت واثناء الارسال بنط ببعت، خلصنا خش على السيمبل اللي بعديه، ابتدي ابعت واثناء الارسال انط ببعت. طب بنط فين؟ بنط حسب البين سيكونس اللي هو متكرر طبعا هنا سريع، فبالتالي البين سيكونس باخد ايه؟ 3 3 يعني تاخد 3 3 3 بس بسرعه، يعني معدل النط سريع، لان ده this is fast hopping. فبالتالي بنط بمعدل، انا لسه ما خلصتش السيمبل بنط، وممكن ما خلصتش انط تاني، وما خلصتش انط تالت، وبعد ما اخلص السيمبل ابتدي ايه؟ اخد السيمبل اللي بعديه واعمل نفس الحركه، ابتدي ابعته، وبعدين وانا ما خلصتوش انط، وبعدين انط تاني وانط تالت، وبعدين اخش على السيمبل اللي بعديه وهكذا. نعم؟ ممكن يبقى أربعة، ممكن هنا على اثنين بس، هنا أنا نطت على اثنين فقط، هنا النط على اثنين مش على أربعة، بس ممكن نط على أربعة أو ثلاثة أو خمسة أي حاجة يعني.
هنا بنط على اتنين بس سيمبل بنط على اتنين. تقصدي ايه؟ في الاف اس كي عشان حضرتك قلت لا لا الاربعه هنا الاربعه دول بسبب ان انا مستخدم 2 بيتس اف اس كي ف 2 بيتس اف اس كي انا عندي اربعه فريكونسيز جوه الباند دي مالهاش علاقه بالنط. دي مالهاش علاقه بالنط انا دول بينطوا على كلهم على بعض بينطوا لكن انا لو ما بستخدمش فريكونسي هوبينج خلاص هم اربعه فريكونسيز اصلا لان ده 2 اف اس كي طبعا ممكن يبقى 1 اف اس كي اف اس كي واحد بس اللي هو 2 فريكونسيز ممكن يبقى 8 اف اس كي 8 فريكونسيز. نعم لا 2 اف اس كي معناها ببعت في الفريكونسي 2 بيتس فانا عندي اربعه فريكونسي ذس از اف اس كي اف اس كي فريكونسي شيفت كينج فانا عندي 2 بيتس ال2 بيتس دول 0 0 ببعت الفريكونسي ده 0 1 ببعت ده 1 0 ده 1 1 ده شايف السيمبل زوم كده بقى 4 4 اف اس كي يعني كل اف اس كي سيمبل بيشيل 2 بيتس او بيديني واحده من اربعه فريكوينسيز ذس از اف اس كي ملوش علاقه بالهوبينج باخد 2 بيتس لان ده 4 اف اس كي. الاكزامبل ده قبل كان 3 لا كان 3 لا ما كانش 3 لا مكان ايه؟ مكان ده؟ ما هو ده هو ده ايوه ده هو ده مش دي دي هي دي الصغيره دي بس ده اف اس كي فبالتالي انا ممكن اعمل فريكونسي هوبنج وما استخدمش اف اس كي اصلا ممكن استخدم بي اس كي ممكن استخدم اي حاجه تمام خلاص كفايه اسئله موسم الاسئله خلصت